حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس العراقي برهم صالح تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول إن الاجتماع عقد في قصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول وجرى بعيدا عن عدسات الإعلام. كان برهم صالح قد وصل إلى تركيا في وقت لاحق اليوم لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، ويرافق الرئيس العراقي وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني.